هل المشي يا سعود ممتاز لمرضى الغدة الدرقية؟ هل يساعدهم في شيء؟ أي نعم، يساعدهم في حاجتين مهمة جدا. الشيء الأول أن من أعراض الغدة الدرقية هو تراوح المزاج والاكتئاب أحيانا، فالمشي يبدد الطاقات السلبية. ليس فقط هذا، بل هناك ما هو أهم، المشي أثبت علميا بأنه يزيد من نشاط وإنتاج هرمونات الغدة الدرقية مما يحسن من وظيفتها. لكن ما أروح أمشي وأرمي الأدوية حقت الغدة الدرقية إطلاقا، أمشي وألتزم ورح أجد أن طبيبي بإذن الله مع الأيام اللي أتابع عنده حق الغدة رح يتفاجأ أنه التحاليل تحسنت وبدأ هو الطبيب نفسه يغير في الجرعة. ما هو بس كذا، في حاجة ثالثة أيضا، المشي ينزل من الوزن، والناس اللي عندهم كسل في الغدة الدرقية ربما تزيد أوزانهم. إذن المشي يساعدهم بثلاثة أمور. أسأل الله يوفقنا وياكم. سلام.